من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. يعني شوفوا، في مشاكل كتيرة وفي أتعاب كتيرة والدنيا صعبة والواحد بيتبهدل وبيتهان وبيتعب، لكن شايف كل حاجة من غير ربنا إزاي؟ ليه شايفها بعيد عن ربنا؟ الفكرة بتاعت الضيقة وربنا، إنه دي الضيقة وده ربنا، تحط ربنا كده ما تشوفش الضيقة، تشوف ربنا، لكن لو عملت كده تشوف الضيقة ما تشوفش ربنا. لكن ربنا موجود في الضيق، موجود وفي الفرح، موجود في كل وقت، موجود. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ إيه بقى؟ يعني إذا كانت الحقيقة كده، إيه بقى اللي ممكن يفصلنا عن محبة المسيح فنضعف ونقول أنا بتهيأ لي يعني محدش يقدر يستحمل اللي إحنا فيه، ولا حد يقدر يكمل بعد اللي إحنا شفناه؟ ليه؟ إيه اللي يقدر يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ وكل الحاجات دي اللي كتبها بولس الرسول ما كتبهاش على سبيل المجاز، لأنه اجتاز كل ده بنفسه والأكتر من ده. يعني مش بيقولها كده، لا، كل الحاجات دي هو اجتاز فيها وما قدرتش تفصله عن محبة المسيح. في قديسين عاشوا قبلينا، احنا مش اول ناس الدنيا تبدا من عندهم، بس الشيطان بيصور لنا كده عشان يدوس علينا ويأزمنا ويأزم حياتنا. لا، احنا بقى نبص كده، يعني نقول هو احنا بس اللي في الدنيا؟ طب ما كانش في حد قبلينا اتطبق عليه المنهج ده ونجح فيه؟ لا، ازاي؟ طبق على كتير قبلنا ونجحوا وخدوا شهادات وتفوقوا